عام دراسي جديد انطلق في الأراضي الفلسطينية. حرمت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة طلبة القطاع من الالتحاق بالعملية التعليمية. في القطاع المنكوب أكثر من 630 ألف طالب وطالبة حرموا من حقهم في التعليم للعام الثاني على التوالي، وبدلاً من حملهم اليوم للحقائب في طرقاتهم نحو المدارس بدلت الحرب دروبهم، واضطروا معها لحمل أواني جمع الطعام من التكايا وعبوات تعبئة المياه من الآبار والصهاريج. قديش بتعبي مية؟ كل يوم. قديش كمية بتعبيها؟ كم مشوار بتيجي هان؟ خمس مرات؟ تتعبيش؟ بحمل هدوم البنات كمان؟ الحرب على غزة خلفت أكثر من 25 ألف طفل فلسطيني بين قتيل وجريح، بينهم نحو 10,000 من طلبة المدارس، وسط تدمير 90% من مباني المدارس الحكومية في القطاع، فيما تحولت غالبية مدارس الأونروا إلى مراكز إيواء للنازحين، طال القصف الإسرائيلي 70% منها.